هتعملي ايه يا ام؟ هعمل لكم كيكه. دي طريقه جديده لعمل الكيكه؟ اسكت انت، هي دي المقادير اللي احنا بناكل بيها الكيكه يا اما؟ امال انت تاسست ازاي يا غبي؟ تاسس؟ اما يا اما هتعمل مزيكا، خليك هنا. شدي الضفار، شدي رباطها، عصبيني لو ادرام. اهلا 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 بيك يا ست الستات، منوره مكانك. اهلا اهلا بيك، القاهره منوره بيك يا ست نعيمه. اتفضلي. ثانك يو بلومي. نو 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 بلومي، اسمي بيومي. اوكي بلومي. بيومي. اوكي بلومي. ابو المعاطي فين؟ ابو المعاطي بياخد الشاور جيل بتاعه فوق. اي خدمه؟ فين الخيمه اللي انام فيها؟ خيمه؟ يا دي الحوسه، انا بقول تطلعي دلوقتي تاخد الشاور جيل بتاعك انت كمان من تراب السفر وتنزلي. بلومي. بيومي. بلومي. بيومي. تراب سفر ايه بلومي؟ انا كنت راكب طياره مش حصان. ما هو ده سلو بلدنا بقى، اي حد بيجي من السفر او مشوار طويل بنقول له يلا استحمى كده من تراب السفر. اوكي بلومي، هطلع لابو المعاطي فوق ونبقى نشوف الكلام بعدين. ماو 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 ماو. البلومي ايه؟ نعم بلومي دي حلوة قوي يا واد يا بلومي. والله يلاقي عليك يا واد. من ده بكرة وبكرة من ده بكرة ايه؟ يا لهوي بس يا انت وهو امشوا، ربنا يفضحكوا. ايه راجل انت عامل فيها كده ليه؟ مسكتها بتعمل ايه؟ ليه تفضح عرضها بالطريقه دي؟ معلش يا اختي، معلش معلش والنبي معلش يا حلوه. انت منك لله، اعتبرها بنتك، اعتبرها مراتك ولا اختك، في ايه؟ ايه يا مره يا جاموسه انت اللي انت بتقولي ده؟ مر على دماغك وجاموسه ايه يا فحل بقري يا حلوف اختلف على خروف. اسمع مول، امسك امسكها له يا اخوي. يلا يا حبيبتي انت استري كده، تعالى لي بقى هنا اهو، تعالى لي. انت عارفه غبي حاسي بس. بقول لك ايه؟ حاسي بس. بتفتري على دي؟ بفتري ايه؟ انا جزار. جزار ولا افتحهم انا مالي انا؟ انا هلم لك العيال، ولادي فين؟ يا زماره يا عسليه انتوا فين؟ يلا قرب بقى اتفرج. ايه يا حاجه في ايه؟ انا تعالى هنا. انت فاكر نفسك حاجه بسيطه كده انهم هيعدوها لك؟ اهو زماره، اضربوا يا زماره. مين اللي ضربك يا ام؟ دول مين اللي ضربك يا اما؟ دول. السلام عليكم. ما ردش السلام يا اما، مش هينفع امد ايدي على واحد ما بيردش السلام. بلانين ده كتخيب عليك وعلى خيبتك، اضربه برضه. اضربه يا اما اللي انت لابسه ده يا ابو مازن السوري. بقول لك ايه يا خلفه العره، انت مش نافع. عسليه ابني التاني الجدع بتاع الكاراتيه، اضربه. بقول لك ايه يا اما، ما تغيريش الموضوع. طبخنا ايه النهارده؟ يا نهار اسود ومنيل، لا ده انا عندي رجاله بس هما بيسخنوا. اهدي بقى اهدي لو سمحتي. مساء الخير. عمرو سلمي محامي العيله ومسؤول عن كل الشؤون القانونيه هنا في الحاره. اهلا يا اخويا. اهلا بيك. انا كنت بس عايز اكلمك. تعالى بس هنا قول لي عايز ايه. انا عايز افهمك حاجه يا عم. اقف هنا بقول لك، قول لي عايز ايه. انت عايز حد من ولادها صح؟ اه. تعالى يا سلام. تعالى وريني ايدك اللي ضربت امي. اه وريني ايدك التانيه اللي ضربت امي. ولا احيي. انت هتستفاد ايه يعني لما تضربنا؟ اقول لك حاجه، الواد ده زي اخونا برضه. معلش ايه امي تعبانه شو؟ اي تعبانه؟ انا مش تعبانه. انت سمعتني ازاي انا بقى شو؟ ايه شو هتستفيد ايه لما تضربنا؟ حرام عليك التين اللي احنا غلابه يا اخي. امنا تعبانه. تعبانه. انا مش تعبانه. مش تعبانه يبقى خلاص بقى، يلا بينا. انت يا ده انت بتزعل عيالي ليه؟ خدك اول ما اقويه. يلا عمرو وداهيه. يلا فين ابو شكلك؟ وانت انت جون هو ده ما بيتحركش ليه ده؟ بقول لك ايه يا روحي حبيبتي يا ديري، انت مخطوبه؟ لا. متجوزه وتعولي؟ لا طبعا. الريليشن شيب؟ انا اصلا مش مرتبطه يا مباهي. يا لهوي سنجل يعني عليكي؟ امال بتقضي وقت فراغك ازاي يا حبيبتي؟
هو انا يعني لازم ابقى مرتبطه عشان اعرف اقضي وقت فراغي؟ لا 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 لا، انت فيري كومبينيشن. كومبينيشن؟ الله يخرب بيتك، ده انت نسيتيني الكلام. يعني مرتبطه ولا مش مرتبطه؟ مش مرتبطه. يعني بايره. بايره؟ ايوه. مالك يا مباهي، جايبه لي عريس ولا ايه؟ عريس؟ كنت نفعت نفسي. صحيح، خطفت رجاله. على فكره انا متعود على صيد البط من وانا عندي 8 سنين، بس ما اعرفش ليه قلت معايا المره دي. معلش حبيبي، يمكن انت بقالك كتير مش تصطاد. هو انت كنت ازاي تصطاد وانت صغير؟ كنت احط الجلابيه بقي واجري وراها في العش. ازاي حبيبي؟ انا مش فاهم. سيبك بقى من البط والوز وخليني في الغزال اللي قدامي ده. يلا نطلع فوق حبيبي. انا مالك ايه ده؟ انت رخيصه قوي. اكلمك تقول لي يلا نطلع فوق. انا احب التمهيد، احب الهداوه. خديني بالتدريج. معلش يا حبيبي، انا كنت عايزه الحق اشبع منك، انا مسافر بكره. بالسرعه دي؟ معلش بابا كلمني علشان موسم الحلوف البري، لازم الحقه قبل ما يهاجر. الحلوف البري. طيب سافري بقى وسلمي لي على بابا، واستني هناك لغاية موسم البط المسكوفي. اوكي حبيبي، هطلع اجهز نفسي وانت ما تتأخر عليا. مو مو ورحمة الله وبركاته. الو، ايوه زوم. لا سقطت. ايوه زوم حبيبي، ايه الاخبار؟ رحت مع حموده؟ ايه لغى الموزز المكسيكي؟ ماشي مش مهم، جاب مصري ولا عمل ايه؟ لغى المصري. امال هيصور بايه؟ مش هيصور؟ مش هيصور ليه؟ اسهل اسهل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، وش امك فقر. ده خلاص كانت الفلوس هتلعب والعيال هتتنغنغ. اعمل ايه انا دلوقتي بس يا ربي؟ انا هتصرف، انا هتصرف. الو، الموزه دي بتاعه الواد عسليه. لا مكتوب عليها الواد زماره ما كلهاش. ودي البنت افراح اللي ناقص التفاح نزل عليه زي المفاجيع. المتاكله دي ده اكل عسليه من مصيف يا حبيبي. يا اختي على المصاريف، احيه يما احيه. الفاكهه ما بقتش تقعد شهرين على بعض. استغفر الله العظيم يا رب. الحقيقه يما، الحقيقه يما. معلش يا هم، ادينا فرصه ثانيه. ما اطلع واقولها تاني. عايزنا يا هم، حقيقينا حقيقينا. في ايه؟ حقيقينا يا هم، حقيقينا. عم ظريف يا هم، عم ظريف بيعمل عمليه في المستشفى، غيروا له الكبده بتاعته. ما تأثرش خالص، مفيش أي مشاعر. عارف يا طنط، أبويا مات. أبويا إيه المناظر دي؟ إيه مناظر الزبالة دي؟ يعني إيه؟ ياما عايزين زكاتك، عايزين صدقة جارية. الراجل بيموت في المستشفى ومحتاج 2000 جنيه. 2200 في فاتورة المستشفى بالظبط. بجد؟ في المستشفى. مستشفى إيه؟ مستشفى إيه؟ مستشفى الهنجر ياما. ايه روح امك؟ ايه مفيش حاجة كده؟ مستشفى ايه؟ تخيل ياما، ملطوش يقولون اسم المستشفى ياما، الراجل بيموت. بس يا اوفر. ليه ياما؟ بس يا اوفر، كان يوم اسود يوم ما خلفت واحد زيك. ليه ياما؟ غبي واغبى منه. شكرا. يلا يا ولاد النبي. ياما ادينا حاجة من اللي انت لابساها دي ياما. كمان؟ موتي بيهم ياما. حرام عليك. امشوا امشوا. عايز المرض، عايز المرض. امشوا. حاضر.
يا نصابين يا نور. سمير سعيد السكري الشهير بخربوش، ثلاث قضايا نشل في تانية ابتدائي. حصل يا بنت. ست قضايا تحرش في تانية اعدادي. حصل. رفض في الترم التاني في تانية اعدادي. ما حصلش يا مادر، ما حصلش. انا نطيت من على السور وما رجعتش، يعني ما قدمتش استقالتي. 84 سبقة سرقة بالإكراه برأك منهم المحامي المحترم عمرو سلمي. على راسي يا عمرو بيه. فاضلك جناية واحدة من دول وينطبق عليك كل بنود قانون العقوبات المصري طالما تحمل الجنسية المصرية. تحيا مصر. ممكن بقى تفلت من الجناية 84 دي لو انت لا تحمل الجنسية المصرية، تحمل مثلا الجنسية الأمريكية، البرازيلية، المكسيكية. حلوة المكسيكية دي يا بت. بقولك يا بت، ما تيجي معايا كده سكة ودغري وتقولي انت عايز ايه بالظبط. سكة ودغري كده. العيال ولاد امبابا دول ظهر لهم اخ مكسيكي. عادي. قديمة قديمة. الاخ المكسيكي ده كان مقرش وهيرفعهم السما بفلوسه. برضه قديمة يا بت. قديمة برضه. الجديدة بقى ان الاخ ده حب يضرب جولة كده في وسط البلد، دخل ضرب طبقين كشري، شوية تقلية، واخد كمالة، شوية ورد، جاله دور اسهال، قفلت معاه، ركب الطيارة وفلق على المكسيك. السؤال هنا يا متر، اين موقع خربوش في هذه الحكاية؟ سأقول لك، اسمع يا سمير. وان مكسيكو، وان مكسيكو، تو مكسيكو، تو مكسيكو، تري مكسيكو، تري مكسيكو، فور مكسيكو، فور مكسيكو، فايف مكسيكو، فايف مكسيكو. برافو 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 يا ولاد، انا مبسوط منكم جدا. اتفضل حبيبي. استاذ عم، هل وان بالمكسيكي هي واحد بالمكسيكي؟ واحد مكسيكو هي وان مكسيكو، وهي بالمناسبة تساوي اتنين مكسيكو، لأن لو واحد مكسيكو بيحب أخون مكسيكو كأن هما بقوا واحد بس. الله. بس راسي زعم. اتفضل. وان تو تقرب لثري فور مكسيكو؟ هي وان مكسيكو وتو مكسيكو من نفس العيلة، هما بيساووا واحد ريال مكسيكو. الريال ده ممكن يشتري حاجات كتير جدا جدا وانت في السوق الحرة المكسيكو. الله الله استعمى الله الله استعمى الله الله. اول حاجة هنعملها في المكسيكو ان احنا ننزل من الطيارة ندور على مواصلة للجيزة في المكسيكو. واحنا رايحين المكسيكو مش المفروض هو اللي جايلنا؟ ما احنا لازم نجيبه من هناك علشان يبقى ضمنيكو انه ما يهربيش ايكو. بليز مستر عمرو، ممكن دبليو ان سي؟ اقعد. اتفضل يا حبيبي. استاذ عمرو، ممكن عسليه يخش الحمام؟ اقعد يا ابني، مالك؟ انت عندكم اسهال ولا ايه؟ ما مش هينفع، قاعدين متوترين وهو عايز يخش الحمام. مفيش توتر ولا حاجه، الدرس لطيف جدا. طب وعن مكسيكو؟ اوبا. عن مكسيكو، تو مكسيكو، تو مكسيكو، مي مكسيكو، سي مكسيكو، فور مكسيكو. لو سمحت يا استاذ عمرو، انا اسف. انا ما عنديش مشكله في كل الكلام ده، هو مش شاغلني خالص. انا اللي شاغلني دلوقتي الالمونيا. المفروض دلوقتي لو دي ثروه الواد اخويا المكسيكي، يبقى انا دلوقتي نصيبي هيبقى الدايره دي، ونصيب الواد عسليه هيبقى الدايره دي. ازو مره خمام، مش معنى حته صغيره يا ابني. انت مش فاهم، هناك الريال السعودي المكسيكي بتبقى عمله صغيره، يعني انت نصيبك كده اكتر. ظلمتك اخويا، معلش انا اسف. المهم يا عم، دلوقتي عشان نستولى على الثروه دي المفروض نعمل ايه؟ بعد ما استهبلت اخوك المفروض دلوقتي يا حبيبي انك ما تفتحش بقك خالص، لان انت لو ما اعترفتش ان هو اخوك مش هتاخد ولا ريال. انا مش هعترف، لو ضربوني بالجزمه مش هعترف يا عم. وانا والله العظيم، والله العظيم ما هعترف. بس ما تعيطش، مش هنعترف يا عم. يا غبي انت، هو من مصلحتكم لازم كل الورق يقول ان الراجل ده اخوكم من الام عشان تاخدوا منه اي حاجه. انا كنت اعرف بنت مكسيكيه صاحبتي كانت على طول تقول لي كومستاي روزيتو، كومستاي روزيتو.
تعالى 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 بطل استهبال. كومستاتو ايه؟ اقعد اقعد اقعد. اتفضل يا سلام. صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلي. عليه الصلاه والسلام. انا قريت مش شاعر، الكاتب القارئ. هو يعني في الاصل الماني، الماني زغلافي من اصل يعني من رود الفار. عنده اصل يعني. قال ايه بقى الشاعر؟ بص إيه؟ بص الجمال. أيه. قال ايه بقى؟ يو كاب اصلا تبريس يو رياض كاب اني سيربسريت يو ابي كاربس يو يا بي يا بي يا بي يا بي ان كل كلامك ده مظبوط. برافو يا ادي عسليه، انت عرفت الحاجات دي منين؟ انا بقرا بقرا كتير بقرا كتير بقرا فعلا. اقعد يا متخلف، تعالى هنا تعالى هنا اتفضل. ممكن اقعد هنا عشان نظري ضعيف؟ لا خليك مكانك. حاضر. نركز بقى، هما خمس حاجات لازم نعرفهم ونحفظهم قبل ما نروح المكسيك. حاضر. من اول ما نركب الطياره لحد ما ننزل هناك. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. بيفو اور تشيكنو. بيفو اور تشيكنو يعني ما باكلش اي خضار مسلوق. ليه؟ طب ما انا باكله عادي. قول كده للمضيف عشان تفهم انك واد ضيف. ماشي ماشي. تاني حاجه تاكسي فور جيزا. تاكسي فور جيزا يعني عايز اروح نيو مكسيكو اللي هي العاصمه نفسها، الفسجل المدني. ماشي. مفهوم؟ مفهوم. تاكسي فور مكسيكو. تاكسي فور مكسيكو. تمام. تالت حاجه اخويا جونزاليس روماريو. اخويا جونزاليس روماريو يعني اخويا لو ما ظهرش هولع في ام المكسيك. مش عايزين مشاكل يا عم. بجد؟ ايوه انا قلت نهدهم شويه. خلاص تمام بلاش دي. جوميزو سيلينا الحسنى يعني هنمشي كل حاجه بالحسنى. الله سيلينا جوميزو لحسنى. سيلينا لحينا لحسنى. سيلينا جوميزا لحسنى. اوبا سيلينا جوميزا لحسنى. سيلينا جوميزا لحسنى. يا صباح العسليات على ملك السجلات. اهلا اهلا اهلا. ايه ده؟ على فكرة أنا فاكرك حبيبك. ما تقولش. ها؟ ما تقولش. بس ممكن كات؟ طبعا طبعا علبة كركي كاتك مية حتى والله. وانا حزة. اتفضل يا سيدي. فريلي كده بسم الله. ايه دي؟ عمر وسلمي. يا لهوي مالي. إيه إلا بالحق. الأستاذة مي عاملة إيه؟ مي مين؟ عز الدين. يا أستاذ مصلحي عمرو سلمي. ها؟ عمرو سلمي المحامي. جيت لحضرتك قبل كده لو انت فاكرني. تحت امرك، عايز ايه؟ انا كنت جيت لك قبل كده لو فاكر يعني مع زماره. ها؟ وعساليه وافراح. قلت افراح؟ الفي؟ ايه؟ الفي؟ ها؟ الله. ها؟ فرح رح. ها؟ فروحي؟ في المصلحي. ايه افراح بقى؟ عايزة ايه؟ يا استاذ مصلحي. ايه ايه يا افراح في ايه؟ عايزة ايه بقى؟ انا يا بنتي ما صدقت اتقفل علينا باب بيت واحد. معلش يا اخوي مصالح الناس متعطلة في السجل. النهارده اجازة. النهارده اجازة يا افراح بقى. يا استاذ مصلحي فوق لنا شوية. ايه يا بنتي صوتك اتغير كده ليه؟ كاتك البالي صوتك عامل زي الواد اللي اسمه المحامي دي اللي اسمه الغيتي دي اللي اسمه عمر ده ولا عمرو دي. عايزة ايه بقى؟ جرى يا استاذ مصلحي. ايه دي ايه دي؟ ايه يا راجل يا محترم دي؟ ايه يا سيدي؟ جاي البيت خش جوه ست افراح. ايه يا جدع انت عايز ايه؟ ايه اللي جابك بيتي؟ بيت ايه؟ بيت ايه؟ اصحى استاذ مصلحي استاذ مصلحي. ايه اصحى استاذ مصلحي؟ اصحى كده يا حبيبي اصحى. إيه؟ احنا في السجل اهو في الشغل اهو. الورقه اهو والختامه اهي والحاجه ايه؟ اصحى تحت امرك وامر. يأمر عليك ظالم ابدا يا استاذ مصلحي. انت راجل يعني فهامه. مصلحي يعني مصالح. ها؟ يعني شهادات سجلات اوراق. ها؟ دفاتر كده. انا عايزك في كام مصلحه كده واي حاجه هتتم بامر الله بالنص. ايه دي ايه دي؟ ايه سجلات شهادات اوراق وايه بالنص دي؟ ايه بالنص دي يا محترم؟ ايه بالنص دي؟ على فكره انا فرش معايا الماده. لقطتك والله لقطتك. انت عايز تلعب في مصر المقصه صح؟ المقصه؟ لا في الاولمبي يا خفيف في الاولمبي. بقول لك ايه؟ قول لي. انا عايز منك مصلحه. ومال؟ بس مش دلوقتي، لما يجي وقتها اقول لك عليها. الا بالحق. عمر هو الاستاذ زمرة عامل ايه؟ زمرة؟ زمرة كويس زي الفل.
والاستاذ عزالي كويس برضه. والست افراح عامله ايه؟ جمال اه ست افراح وحياه قلبي افراح ونساء وصباح. معلش انا جيت البيت في وقت مش مناسب. انا اسف. افراح السلام عليكم. في نساء سلام نساء وصباح. بس انت افراح بقى. الله يحفظك.